طبعا هنبدا اول حاجه في الاناره الداخليه. احنا هنتكلم عن الاناره الداخليه الاندور لايتنج او الاندور برودكتس الخاصه بالمنتجات من شركه الزامل. هم عندهم الاس ام دي بالب اللي هي مصابيح الاس ام دي، تمام، وفي عنده الفيلامنت بالب اللي هي المصابيح بتاعه الفيلامنت والبوست، تمام، اللي بنسميها سبوت جي يو 10 اللي هي السبوت لايت. طبعا الاس ام دي بالب اللي هي مصابيح بتشتغل بتقنيه الليد، بتقنيه سيرفيس ماونتد، تمام، ليد، تمام، دي عباره عن مصابيح زي المصباح اللي حضرتك شايفه، المصابيح العاديه البالب بتاعتنا، تمام. ادي عندي البالبس، تمام، دي بتبقى عباره عن المزايا بتاعتها ان بيبقى ليها تصميم انيق اللي هو الاليجنت ديزاين، الإضاءة بتديني 140 درجة، الإلومينيشن 240، تمام، ديجري، مور ذان 82 لومن بير وات، تمام، أكتر من 82 لومن بير وات. في عندي العمر الافتراضي بتاعها بيبقى 25,000 ساعة، والإنستنت ستارت بيبقى يعمل ب100%، اللي هو بيعمل بكفاءة 100% عند التشغيل. الاستهلاك أقل من 15% من اللمبات التقليدية العادية، والعمر الافتراضي زي ما قلنا 25,000 ساعة. دي اللمبات الموجودة في المؤسسة، في منها 7 وات، خلي بالك، في منها 7 وات، في 9 وات، في 15 وات، يبقى أنا في عندي 7 وات، في 9 وات، في 15 وات. طبعا هنا دايما بتلاقي اللمبة نفسها وراكبة مثلا في موقع أو موجودة في الكتالوج بتاعهم، واخدة اعتماد من ساسو، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تمام، وبيديني هنا طبعا باقي السبيكس زي مثلا الباور فاكتور، عدد ساعات 25,000 ساعة، باور فاكتور أكبر من 9 من 10، وبيديني باقي السبيكس، بتشتغل مثلا على 220 فولت. طبعا السبيكس عشان نشتغل عليها هو بيديني هنا البيز اللي هي القاعدة بتاعة اللمبة. طبعا اللمبات دي البيز بتاعها، احنا كان في محاضرة اتكلمنا عن القاعدة بتاعة البلب نفسها، في منها ايه اللي بتتباع هنا، الاي 27 البيز، الدايمنشن بتاعها اللي هي الابعاد، لو انت بصيت هنا تروح تلاقي ارتفاع اللمبه والقطر بتاع اللمبه، تمام، هتلاقي هنا ده عباره عن 112 في 60 مللي، ده الدايمنشن. كل موديل طبعا ليه الابعاد بتاعته، السي سي تي، تمام، اللي هو درجه الحراره بالكلفن، زي ما قلنا في 6000 كلفن او 6500 وفي 3000، لو الناس فاكره اللون الاصفر اللي هو 3000 كلفن، 6500 ده اللي هو اللون الابيض النهاري، الاي بي اللي هو الاندكس بروتكشن اللي هو بيتكلم عن درجه الحمايه، طبعا اللمبه دي بتركب داخليا فالاي بي بتاعها صغير، السي ار اي، تمام، 80%، البيم انجل، البيم انجل بتاعها 240 كل اللمبات، اللومينس اللي هو 84 لومن بير وات، في طبعا كل موديل 82 86 83 90، قدام كل موديل كاتب لك اللومن. الفولتج بتشتغل، دي ميزه، بنشتغل من 85 فولت لحد 265، هتشتغل على 110 وتشتغل على ال 220. اللايف سبان او اللايف تايم اللي هو يا شباب العمر الافتراضي لللمبه 25,000 ساعه، في منها 9، في منها 12، في منها 15، في منها 24 وات. طبعا لما تيجي تطلبها من الزامل بتطلب بالكود اللي قدامك ده، يعني انا مثلا عايز اطلب اللمبه التسعة وات، ايه الكلام اللي مكتوب ده؟ هو بياخد البيز اي 27، بعد كده 09 ده اللي هو قيمه الوات، يعني هنا في ال 15 واخد 15، هنا في ال 24 كاتب 24 البيز، تمام، شكل القاعده بتاعتها، وبعد كده الواتجز بتاع اللمبه، و 0301 دبليو اتش ده الكود اللي موجود الخاص باللمبات البلب اللي موجوده في الشركه. طبعا الفيلامنت بالب زي اللمبات اللي انت شايفها دي وبنستخدمها دلوقتي، ليها تصميم طبعا ديكوري زي ما قلنا او تصميم انيق، الاضاءه بتاعتها هنا بتبقى 360 درجه، العمر الافتراضي بتاعها 25,000 ساعه، استهلاكها بيبقى اقل من اللمبات التقليديه ب 15%، كفاءه البدء بتاعتها بتبقى 100%، زي ما شايفين، زي ما قلنا كده، عشان تبقى انت فاهم الدايمنشنز دي، بيبقى في عندي القطر 60 ملي والارتفاع 105 ملي. هنا مثلا اللمبه دي القطر مثلا 35 ملي والارتفاع 108، هنا 35 والارتفاع 108، يبقى هو بيديلك الدايمنشنز. طبعا ليها اشكال ديكوريه جميله جدا،
بنستخدمها في الاشكال الديكوريه زي ما قلنا ليها الاي بي والكلام ده. ادي عندك مثلا اللمبه دي ليد 9 وات، بيديني هنا في ليد مثلا 60 وات. بدخل على السبيكس نفس الكلام، البيز هنا طبعا في منها اللمبات الصغيره اللي هي البيز بتاعها اي 14، وارجع للمحاضره بتاعت البيز بي بتاعت اللمبات الليد. الدايمنشن زي ما قلنا خلاص الارتفاع مثلا 108 او 105 او 128، والقطر تمام اللي هو 35 او 40 او 60 حسب اللي انت محتاجه تمام، او حسب الابعاد قصدي بتاعت اللمبه. السي سي تي تمام اللي هي بتدي لك درجه الحراره، هنا طبعا كله 3000، 3000 دي معناها ان اللمبه بتطلع لون اصفر 3000 كلفن تمام، لون اصفر. الاي بي عشان داخلي 20، السي ار اي بتبقى 80 تمام، البيم انجل 360 يعني بتدي اضاءه في كل الاتجاهات، الفولتج بتشتغل على ال 220 بس خلي بالك تمام، والعمر الافتراضي بتاعها 25000 ساعه، الباور المتاحه 4 وات و8 وات، وهتلاقي 11 وات في عندك القاعده، وبعد كده الواتجز، وده الكود الخاص بالشركه من ناحيه التوزيع.